السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مباشرة من محلكم ميزات فسيحة عن السبع. فإذا أول حاجة فلا بد ونبارك الكليان الزوين ديالنا، رمضان مبارك ومبروك عواشركم باش ما تمنيتوا إن شاء الله طول العمر إن شاء الله، والله يغفر لنا ويغفر لكم إن شاء الله، ونتمنى الله يمسح الخطايا ديالنا إن شاء الله. إذا أول لايف في رمضان، وكيف ما سبقنا وقلنا رمضان مبارك، فاليوم كاينه السلعه بزاف الجديد صراحه، كاينه الترطيق ديال السلعه وكاينه السلعه اللي ما غتعاودش تدخل لحقاش، كاينه السلعه ديال لي سيزون وكاينه السلعه اللي كنبقاو خدامين بها ديما. فاول حاجه غنطرقوا ليها، اول حاجه نورمالمون غادي نطرقوا ليها اليوم، وهو التوقيت ديال رمضان. التوقيت ان شاء الله اللي غيكون ديال رمضان راه ديجا حنا نورمالمون في لاباج ديالنا، فحنا كنحلوا من 11 الصباح، من 11 الصباح حتى ل 6، هادشي نورمالمون قبل الفطور. مورا الفطور كنبداو مع 8 ونص، 8 حتى ل 9. المهم اللي جا مع 9 غيلقانا حالين 100%، 8 ونص كنكونوا حالين، كنبقاو حالين حتى ل 12. اذا مرحبا بكم في محلكم هميزات فتيحة عين سبع، كيف ما عودناكم كاين الجديد كاين البريستيج كاين العصارات. اللي اليوم بغى يدير العصير وتحنسر في العصارة جبنا ليه الحل، اللي اليوم بغى تصوب اولا بغى تطحن الربيع وتحنسرات في الربيع جبنا ليها الحل، مرحبا بكم. وعندي ليكم صراحة واحد مفاجأة في الهاشوار، مفاجأة خطيرة تسنيناها كاملين. إذا بقاو معنا وما تبخشونا بالبارطاج ديالكم، نتمنى نكونوا ما نتعطلناش بزاف على المشاهدين. فهاد الوقت ديال 12 الليل اللي غنديروا فيه اللايف، فجاء من بعد استشارة مع الكليان الزوين ديالنا، لقينا أن 12 الليل مناسبة، ممكن يرجع ل 11، مرحبا بكم. إذا ما نطولش عليكم وغنبدا لكم بأول أرتيكل دخل جديد فيه ثمن واعر بزاف، هو هذا البريق ديال لينوكس خطير، كيهز إيترو، الثمن ديالو 1000 ريال 50 درهم. وجبنا لكم حتى ديال إيترونس ديالو، ها هو الكبير ديالو كيهز إيترونس، الثمن ديالو 60 درهم، ثمن خيالي جدا. أول حاجة كاين الجديد، شوفوا معايا البريستيج، يا سلام يا سلام على البريستيج، فرقه واعره خطيره. بريستيج كاينه في اللوينات في الخضر في الكحل، هاد الدوغي ديالها خطير بزاف، الثمن ديالها 140 درهم 140 درهم. جبنا لكم هاد التوشيه اللي كتجي على ثلاثه، اللي كتجي مع اسورتي، هاد العيبات هادو نورمالمون كيتحيدوا باش يتغسلوا، هادي كتهز باليدين كبيره تبارك الله، دار فيها هنايا شي كرواسه صغيره، هنا دار فيها المسيمنات صغار، اولا دار فيها اللوز كركاع تمار، المهم فرقه واعره، وكتجي مع هذه اسورتي. الثمن ديال هذه 140 درهم، وهذه الثمن ديالها حتى هي 140 درهم، اذا 2800 فرقه بريستيج واعره 2800 ريال. وهاد التويشيه هذه اللي جات جديده حتى هي على ثلاثه، حتى هي كدير 2800 140 درهم، مرحبا بكم. ويا سلام على السلعة اللي عاود جات، الكاس المرخم اللي كان عليه طلب كثير، عاود رجع لكم، ومفاجأة كاينة في الكاس. دخل واحد الكاس كان كيتباع ثقوا بيا ب 220 درهم، اش كان كيتباع؟ كاس كان كيتباع ب 220 درهم، دخل لكم عند ميزات فتيحة بواحد الثمن خيالي جدا. وللإشارة هاد الزواقات راه ما كيتخدموش ديما، راه ممكن تبقاه من دابا واحد 3 شهور ما تبقاوش تشوفوا هاد الزواقة. كاس مرخم واعر، الثمن ديالو 95 درهم على 12 كاس بحال هذا 95 درهم، والمفاجأة أن البيض ديالو حتى هو دخل، 12 كاس بحال هذا واعر كيدير فقط 95 درهم. جبنا لكم لي تيغموس المرخمين اللي كيجيو معاهم أسورتي مع الكيسان البيضين، ولي تيغموس اللي كيجيو أسورتي مع الكيسان الكحلين، الثمن ديالهم 120 درهم، جوج تيرموسات 120 درهم، 12 كاس مرخم 95 درهم. يا سلام يا سلام على البريستيج، يا سلام على الثمن، يا سلام على لافينيسيون، مرحبا بكم ورمضان مبارك. اول يوم في رمضان، اول لايف في رمضان، ما تبخلوش عنا بالبارطاج، اعطيونا لي جيم ديالكم، اعطيونا القلوبه، حفزونا باش نزيدوا مزال، بدعوا ان شاء الله في هذا المحل. عندنا هاد التوشيه هاد الميناجي صراحه كدوي على راسها، ثمن الصدمه باش نكون معكم صريح، فيها 24 بياسه، 6 ديال المواس، 6 ديال لي فورشيط، فيها 6 ديال المعالق، كاينه في اللوينات، الثمن ديالها ماشي 120 درهم، ماشي 150 درهم، غنبيعوها لكم فقط ب 80 درهم، اينوكس واعره 80 درهم، ميناجي خطيره 80 درهم، مرحبا بكم. دونك غندوز لكم البريستيج ان شاء الله في هذا لاطابل، عاد غنجيكم الالكترو ميناجي، وغنجيكم العصار الوحش.
وغنعطيكم الديتاي ديال الديتاي، وغنجيكم الهاشوار المفاجأة وغنعطيكم الديتاي ديال الديتاي. يا سلام، ما صبرتش على هذا الهاشوار صراحة، دخلت نهار الجمعة وبدا فيها المبيعات، وغنجيكم ليها إن شاء الله، والثمن خيالي جدا. مرحبا بكم. إذا هاد التوشية بريستيج، شوفوا فراقة واعرة، فيها جوج ديال لي كلوش كدار في لا طابل كتخدم في رمضان بزاف. هاد لي كلوش نورمالمون راهم كيتهزو كيتحيدو، الثمن ديالها كنا كنبيعوها ب 200 درهم، اليوم غنديرو فيها واحد لا بروموسيون بمناسبة شهر رمضان، أول رمضان، باقي فيها كمية محدودة، غنبيعوها لكم هادي كاملة. شوفوا معايا بريستيج، غنبيعوها فقط ب 250 درهم، والكمية محدودة، ونكرر أن الكمية محدودة. إذا اللي غيجي غدا ولا بعد غدا يقدر يفوز بهذه، اللي غيتعطل ما غيلقاهاش، لأن كنا كنبيعوها ب 280 درهم، اليوم درنا لها 250 درهم، فيها جوج ديال لي كلوش، وهاد التويشية هذه ديالهم تاهي كتهز كاملة 250 درهم ابتداء من غدا. مرحبا بكم. والجديد في الكاس، شوفوا معايا، شوفوا معايا هذا الكاس تبارك الله كيدير، شوف 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 شوف، هذا هو الكاس اللي قلت لكم كان كيدير 220 درهم. اليوم ميزة فاتحة، دخلت لكم هذا الكاس بريستيج بثمن خيالي. 12 كاس، 12 كاس، كاس كبير تبارك الله، مفيني، الثمن ديالو فقط 70 درهم. شوف كيفاش جا في البلاطو، يا سلام، واو، دوغي تبارك الله، ما احتاجوش ندويو عليه، 12 كاس بحال هذا ها هو، الثمن ديالو فقط 70 درهم. هذا البراد الكبير ديال لامارك بريطاني، الثمن ديالو كيدير 150 درهم، وهذا لي بلاطو راه مازال ديسبونيبل عندنا على ثلاثة، الثمن ديالهم 430 درهم. وفي اطار البريستيج الميناجي غنعاود لكم ندوي لكم عليها، الثمن ديالها فقط 170 درهم، السته ديال المعالق والسته ديال لي فورشيط والسته ديال المواس، الثمن ديالهم واعر ولا كاليتي ديالهم، وهذا هو اللي نقول لك لا لا، تخليهم لافيسيل وانت مرتاح، ماشي شي كاليتي عاديه، يعني تدخل لافيسيل اللهم بارك، الناس شكروهم، كانت فيهم كونتيتي كثيره، باقا فيهم شي حاجه قليله، دونك اللي باقي ما فاش بهم يجي يفوز بهم مرحبا. والجديد في العصارات، اليوم كاين العصاره ديال الدراوش كاينين، غنوريهم لكم ان شاء الله، وكاينين العصارات لي غلادياتور ديال العصارات، عندنا البلاندر ديال الزاج اللي كتجيب الايس من لامارك هوم ماستر، هوم ماستر صراحه هاد لامارك ما كنتش كنخدم بها شحال هادي، ولكن ولت كندخلها مؤخرا، ما من والله الا تبارك الله هاد لامارك هادي اللهم بارك، هوم ماستر كنصح بها الناس بزاف، واعره 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 بزاف، لا الهاشوار ديالها لا العصاره ديالها خطيره. إذا هاد العصارة كتجي بلاندر ديال الزاج بالكاس ديالها ديال العطرية تا هو ديال الزاج، فيها الايس كراش، اللي فيها الايس كدير 200 درهم، عقلو مزيان، اللي ما فيهاش الايس كراش هاهي كدير 190 درهم، إذا اللي فيها الايس كراش 200 درهم، اللي ما فيهاش الايس كراش 120 درهم. رجعت لكم العصارة من جديد اللي كيجي الكاس ديال اونينوكس من لامارك لوتوس، دويت لكم على هاد لامارك تا هي، عندنا فيها كاتريان فيتيس، الموتور اونينوكس، الكاس اونينوكس، يعني ما كاين لا تهراس لا صدى لا والو، الثمن ديالها 230 درهم، ولكن غنقز لكم هاد جوج ديال لي زارتيكل حتى نرجع لكم ليهم، لحقاش غندوي عليهم بزاف. بالنسبه للعصارات ديال الليمون، شوفوا معايا لاماكوم ها هي خطيره جدا، الثمن ديالها 110 درهم، واعره، وعندنا هذه بريطاني، وقبيله كنقلب هاد السيده هاد العصاره بغديها من عندنا، اكتشفت انها فيها جوج ديال ليطاج، فيها جوج ديال المميزات. اول ميزه فيها هو ان الليمون يقدر يخرج من هنا نيشان، وثاني ميزه هو انك تقدر الليمون تعمره في الكاس، دونك اللي جا بغى ياخذ راه غنشرحوا ليه الديتاي ديال اكثر. مرحبا بكم، الثمن ديالها 130 درهم، وهذه الثمن ديالها 110 درهم. بالنسبه اللي هاشوار، هاشوار كوكينغ 3 ايترو، فيها 3 ديال لي فيتيس، الموتور اونينوكس، الكاس ديال 3 ايترو اونينوكس، فيها 5 ديال المواس ودراب، خمسة المواس ودراب، وفيها 600 واط هذه واعرة صراحة، ها المونبالاج ديالها، الثمن ديالها فقط 190 درهم. والهوم ماستر، يا سلام على الهوم ماستر، ها هي موتور كبير تبارك الله كيتحمل، فيها جوج ديال لي فيتيس وفيها أربعة ديال المواس، خطيرة جدا هاد الهوم ماستر، الثمن ديالها 160 درهم، جوج إيترو. ولكن غنجيكم الجديد، الجديد اللي دخل اليوم في الهاشوار وفي العصارة. الهاشوار اللي دخلات، الهاشوار اللي دخلات هي هذا الهاشوار اللي تسنينا بزاف، ديما الناس كيقول لك جيب لنا هاشوار طالعه في ليواط، اليوم ميزات فاتحه جبنا لكم واحد الهاشوار، تبعوا معايا مزيان، فيها 3 ايترو، كاس ديالها 3 ايترو، ثاني حاجه الموتور ديالها تبارك الله كبير كيف ما كيكتبوا هنايا، وعندنا فيها 1000 واط، هاشوار بريستيج، فيها هاد اللي فيه بريستيج 3 ايترو، فيها 1000 واط، غتاخذوها
ماشي ب 230، ماشي ب 220، غنديروا ليها ثمن خيالي فقط 180 درهم. وباش نكون معكم صريح، طاحت بثمن زوين للكليان، الكليان الزوين ديالنا خصو يديها بثمن زوين. هاد الهاشوار الحمد لله طاح بثمن زوين، الكليان الزوين غيديها بثمن زوين. اذا 180 درهم ديسبونيبل ابتداء من غدا. اللي باقي ما فاش بالهاشوار في رمضان يجي ياخذ الهاشوار اللي فيها 1000 واط 3 ايترو، فيها جوج ديال لي فيتيس وفيها هاد لي في بريستيج، الثمن ديالها 180 درهم، ثمن حصري عند ميزات فاتحه، ما كاينش تلقاوه شي بلاصه اخرى. وعندنا العصارة الجلادياتور، هذه كيسميوها نورمالمون في المواقع الاجتماعية العصارة الوحش. علاش؟ هاد العصارة الوحش كتباع 600 درهم 500 درهم، الثمن باش جبناها واحد الثمن خيالي. فيها بزاف، هذه نورمالمون فيها لي فيتاس هنايا جوج، هذا زعما كاين اللي كيبقى فيكس اون اوف، وهذا طومبورير. وعندنا الزوين في هاد العصارة، علاش ما كتحركش؟ لحقاش كتحكم فيها بالطونسيون ديال الضو، طونسيون هنايا. يعني شحال ما طلعتي هاد الطونسيون شحال ما كيطلع لا فيتيس. غنعطيكم المميزات ديالها، كتجي معاها هاد التوشيه هادي باش كتحرك العصير، لحقاش كاس ديالها كبير تبارك الله، كيهز كنظن 3 ايترو فما فوق. هاد الكاس ديالها نورمالمون انكاسابل، الموس ديالو شو تبارك الله فيه 6 ديال الشفرات هما مدوبل. هاد العصاره كطحن اللوز، كطحن القرقاع، كطحن العصير، كطحن الثومه، كطحن كلشي، لدرجه ان فيكيني فيديوهات كطحن حتى الزاج. غزلان عطيني داك الفيديو في التليفون ديالك جبديه ليا، انا نوريكم واحد الفيديو كطحن حتى الزاج. شو اللهم بارك، شو الموتور ديالها من هنايا، شو التوشيه هذه ديال لينوكس صحيحه تبارك الله. شوفوا من هنا عاوتاني كتجي اون لينوكس، يعني العام الناس اللي كيعانيو ديما. شكون اللي غنصحو بزاف هاد العصاره؟ اللي عنده عائله كبيره وكيطحن العصير بزاف وديما كيعاني كيبقى يبدل العصاره، هادي ما صدقاتش ليا، هادي ما صدقاتش ليا. بارفوا ما كتلقاش المشكل في العصاره، كتلقى المشكل في الشخص ما كيتكايش. ولكن هاد العصاره دارت تخصيصا لهذوك الناس اللي ما كيتكايسوش، يعني طحن وعاود الزاج، لوح فيها اللي لحتي، لوح العظومه، لوح اللي لحتي، كطحن الاخضر واليابس. وغنجيكم الثمن اللي فيه الصدمه. نورمالمون هادي الثمن ديالها كدير 500 درهم حتى 600 درهم في المواقع الاجتماعيه. حنا اليوم غندير لها واحد الثمن خيالي جدا، العصاره الوحش غنديروا ليها فقط 250 درهم. يا سلام على ثمن، جيو فوزوا بها. كان ديجا عندنا كنا كنبيعوا ب 270 درهم، اليوم جبنا لكم ب 250 درهم داخله في الصول ديال رمضان، مرحبا بكم. اذا الناس يلاه تحقوا بنا، الهاشوار 1000 واط 3 ايترو دخلات جديده، الثمن ديالها 180 درهم. وهاد العصاره الوحش الثمن ديالها 250 درهم، عصر وعاود. اي حاجه فيها تبارك الله عمليه، حتى لهاد الجلده هذه، هاد الجلده هادي نورمالمون هاي كتحيد باش كتغسل، هادي راه سيليكون، يعني ما تخافوش عليها، كلشي تبارك الله فيها مليح. عصاره كدوي على راسها. عطيني الفيديو، ها هو الفيديو ديالها، ديال هاد السيد هذا، غيروح فيها قرعه نورمالمون. شوفوا معايا، شوفوا الفيديو ديال مزيان تبارك الله، هاي قرعه ديال الزاج لاحها فيها. شوفوا لا مارك، راهي سيلفر كريست، نفس لا مارك اللي عندنا، هاي سيلفر كريست، نفس لا مارك اللي عندنا، يعني الشفافيه والمصداقيه. شوفوا الزاج تبارك الله، كاين يلاتو وكيغرب لاتو، مرحبا. اذا هاد العصاره راه كيما قلت لكم العصاره الوحش، دونك جيو فوزوا بها، كاينه بثمن خطير جدا والكاليتي ديالها ما تناقشوش عليها. بالنسبه لي بانيني، كاين عندنا هاد البانيني هادي، شوفوا معايا بانيني غرانيت، الثمن ديالها اينوكس من برا، الثمن ديالها 220 درهم. عندنا بانيني شوايه اللي كتحل كامله، عندنا نورمالمون تيفال، وعندنا غرانيت. شوفوا معايا نفس البانيني، نفس زعما كاين المميزات اللي كاينه في هذه، اللي كاينه في هذه. الفرق الوحيد ما بين هذه وهذه هو انها لا مارك بعدا ايريت، هذه ما ندويوش عليها. كاينين دي مارك صراحه ما نبقاوش ندويو عليهم، لحقاش معروفين تبارك الله، وكل ما كانوش عندهم لا كاليتي ما غيطولوش في السوق. ما يمكنش ايليت غتدخل لك بانيني وغتدخل لك تيرموس وغتدخل لك البرارد وغتدخل لك كوكوطات وغتدخل لك كلشي وما عندهاش لا كاليتي وما عندهاش المصداقيه في السوق. ما يمكنش تكون هذه الاستمراريه بدون مصداقيه. الحمد لله عمرها حشمتنا مع الكليان. دونك عندنا هذه ديال الطيفال الثمن ديالها 330 درهم، وعندنا ديال الكرانيت الثمن ديالها 370 درهم. بانيني شوايه كتحل كامله كالتالي، جزاش ديال التليفون عافاك نوري الناس، بزاف الناس باقا ما عندهمش فكره على البانيني شوايه. البانيني شوايه نورمالمون شوفوا معايا هاديك بحال هكا، كتجي فيها واحد التوشيه هنايا، هذه كتحيد، هذه هي ديال الزيت، هذه كتجمع الزيت، فيها واحد اللعيبه هنايا، هذه كتجر الشوا، هذه كتجر بحال هكا، كتجر وكتك كاي ولات شوايه الشوا، وهاد اللعيبه كتجمع الزيت هنايا. خطيره جدا هاد البانيني، هذه كتجي اون لينوكس من برا واعره بزاف،
والثمن ديالها خيالي جدا، اللي هو هذه البطيفال الثمن ديالها 330، اللي اون غرانيت الثمن ديالها 370 درهم. دونك بالنسبه للطابل بقى لينا الميكسور، باقي ما بيناش لكم. عندنا هذا الميكسور نورمالمون كتجي فيه الهاشوار، شوفوا معايا تبارك الله هاشوار خطيره. هذا ميكسور فيه 400 واط، ماشي بحال اللي كان عندنا شحال هذيك فيه 200، هذا فيه 400 واط. كيجي معاه هذا الغراف ديالو واعر، وكتجي معاه الدراب، وكيجي معاه الراس ديال العصير. هاد البركه كامله الاخوان غتاخذوها فقط ب 150 درهم، غتاخذوها فقط ب 3000 ريال. والجديد عندنا الناس بزاف وصاونا على القطارات ديال القهوه، دخلنا لكم لهذا اون غرانيت، ولكن للاسف ما كايناش فيهم كميه كثيره، يعني الناس قلال اللي غادي يفوزوا بهم لحقاش تزادوا هادو، وحاولنا او ماكسيموم نخليهم بالثمن القديم ديالهم اللي هو 60 درهم قطاره غرانيت. 60 درهم عندنا في الكري، وعندنا حتى في هذا الباج، عندنا في هذه اللوينات، كاينه شي لوان اخرين ربما كنظن. عندنا هذه القطاره اللي اونينوكس كتبدا من الصغيره 60 درهم، اللي تابعها 70 درهم، كاينه اللي تابعها 80 درهم، وكاينه الكبيره كاع اللي كتهز اي طرو شي حاجه الثمن ديالها 90 درهم، بيناتهم 10 درهم 60 70 80 90. عندنا هذا البريق واعر واعر بزاف، لوتيوس نفس لا مارك ديال العصاره اللي اونينوكس، لوتيوس خطير هذا البريق هذا. رغم هاد الثمن ديال هاد الصغير هذا مثلا 75 درهم، ولكن اللي كيجي سبحان الله كيقلب لا كاليتي ديالو كيديه. الصغير ديالو كيدير 75 درهم، وعندنا الكبير ديالو ها هو كيدير 95 درهم. ويا سلام شنو رجع لكم عاوتاني من جديد، عاوتاني من جديد رجع لكم الطاس ديال بورسولين. هاد الطاس هذا هو من بين السلعه اللي كنقولوا عليها نحن الوحيدين، لحقاش هاد السلعه ما كايناش عند شي محل اخر، وما غتلقاوهاش عند شي محل اخر، وغنقول لكم علاش وبالدليل. هاد السلعه هادي ما كيخدموش بها المحلات ديال المعان. لافونتاج اللي عنده ميزه فاتحه هو اننا كندخلوا لكم سلعه ديال لي زوتيل. الحمد لله كنتعاملوا مع دي فورنيسور اللي كيدفعوا بعض المرات لي زوتيل، وكتكون عندهم سلعه باقا في ستوك وثمنها زوين، كنجيبوها باش يفوزوا بها الكليان، وكياخذوها بنفس الثمن باش كياخذوها لي زوتيل. هاد طاس بورسولين كيتباع اونسومبل واحد بحال ما هكا، طاس وسوطاس كيتباع حتى ل 20 درهم 23 درهم. الميزة الفاتحة عاود رجعت لكم هاد الطاس اللي تسالا وتسول عليه الناس بزاف بزاف، الناس جاو لي وكان كيبقى فينا الحال الصراحة. دونك راه عاود جا لكم هاد الطاس هذا الثمن ديالو 60 درهم، 6 ديال لي طاس و 6 ديال لي سوطاس ديال البورسولين ماشي ديال البديع، الثمن ديالو فقط 60 درهم. عندنا في هاد الموديل، وعندنا في هاد الموديل هذا، شوفوا معايا هذا الموديل تبارك الله. وما نكذبش عليكم، ديجا قلتها لكم، انا السيد عندي 12 كرتونه من هذا الطاس هذا، هو داه كيبيع القهاوي وحسبته ليه ب 60 درهم. كنبغي الكليان يفوز بالحاجه بنفس الثمن، بثمن الجمله او اقل. كاين شي حوايج عندنا ثقوا بيا، ما نحلفش انا بالله، مي ثقوا بيا اقل من ثمن الجمله. دونك 6 ديال لي طاس و 6 ديال لي سوطاس فقط ب 60 درهم، يا سلام. دونك بالنسبه للطابل كنظن راه حنا كملناها. الجديد اللي دخل هو هذا البريق هذا، ايطرو الثمن ديالو 1000 ريال، وايطرو ونص ها هو، ايطرو ونص اونينوكس هذا، اونينوكس شوفوا تبارك الله شي حاجه مخدومه، اينوكس الكبير ايطرو ونص الثمن ديالو 60 درهم، 12 مدريد. فراقه واعره بريستيج دخلت جديده، الثمن ديالها 40 درهم، كاينه في اللوان هذه، كاينه في الكحل، وكاينه في الخضر، كاينه في الكري. عندنا هاد التويشيه جديده الثمن ديالها 140 درهم الجديد، كاس مرخم 95 درهم، ومازال كاين الجديد، مازال كاين واحد الكاس، وهذا هو اللي غنقول عليه كاس كاس يا ناس. شوفوا معايا هاد الكاس اللي كاس كاس يا ناس، ما شاء الله، كاس تبارك الله دخل اليوم. هذا تا هو كما قلت لكم نفس الفورنيسور ديال الطاس، هو الفورنيسور ديال هاد الكاس هذا. هاد الكاس نورمالمون كيخدموا به ثقوا بيا لي زوطير، كاس خطير وثقيل تبارك الله. شوف القاع ديالو قداش غليظ، ميد ان فرونس. غير زين عطيني شي لومبالاج عطاك ديال هذا، هذا لومبالاج هاو هاد لا مارك هذه هاي. الناس اللي ديجا عندهم فكره على هاد لا مارك راه غيعرفوا الاصل ديالها. اهم حاجه هو ان اليوم جبنا لكم كاس ماشي موديل فرونس، ميد ان فرونس. وغنقول لكم الفرق ما بين كاس ميد ان فرونس وكاس موديل فرونس. مثلا فاش غنجيو واحد الكاس لي ميناك، فاش غنجيو لواحد الكاس مثلا لي ميناك، هاد لي ميناك مثلا هاد الكاس هذا، هاد نورمالمون هاد لا مارك لي ميناك راها مارك فرنساويه، ولكن هاد الكاس هذا كيتصوف في الامارات. كاس هايا يو او هايا شو الامارات العربيه المتحده، كيتصوف في الامارات. ولكن الكاس اللي جبنا لكم اليوم هو كاس 100% مصنوع فرنسا، ميد ان فرانس.
وفاش كنقول نصنع فرنسا كندوي ديما على الجوده. انا غنجي لهم انا غنجي لهم هاد لاطابل كامله غندوزوها ان شاء الله للكليان الزوين ديالنا. الديطاي ديال الديطاي غيزان كاع ما توصيني. دونك لافونتاج ديال الكاس هو انه مصنوع فرنسا زاد تبارك الله صافي ولا كاليتي والحمد لله تباع بلا لايف. تحط اول البارح تباع بلا لايف الحمد لله بواحد الكثره الناس اللي كيجيو كيلقاو كيديو. شوفوا معايا دخل هذا الكبير هذا شوف قداش كبير تبارك الله. السه ديال الكيسان بحال هادو اللي واصلين حتى ل 120 درهم كنبيعوهم فقط ب 60 درهم. ودخل حتى هذا الصغير ديالو شوفوا معايا شوفوا الفرق بيناتهم هذا الكبير وهذا الصغير. نحطهم شي بلاصه اسمحوا لي نحطهم لكم هنا باش تشوفوهم. هاو عندكم هذا الكبير 66 درهم وهذا 56 درهم كاملين عندهم القاع ديالهم غليظ القاع ديالهم عريض تبارك الله وتقال اللهم بارك شي حاجه خطيره جدا. دونك هذا الكاس هذا الثمن ديالو 60 درهم وجبنا لكم الصغير ديالو الثمن ديالو 50 درهم 6 الكيسان وجبنا لكم حتى هاد العرايض القصير الثمن ديالو 60 درهم 6 الكيسان 60 درهم كاس ميد ان فرونسا عباد الله ولا ب 1200 ريال ترى الرخو الرخل صراحه واش هادي رخو ولا دوخ. وجبنا لكم كاس واعر بزاف واخا ماشي مشكل. عندنا هاد الكاس حتى هو الثمن ديالو 70 درهم 6 الكيسان واجوا معايا شوفوا الديطاي ديال الديطاي كيف العاده. عندنا هاد الكاس هذا وعندنا هاد الكاس هذا تبعوا معايا مزيان ها هو عندنا هاد الكاس هذا وعندنا هاد الكاس هذا. ما الفرق بين هاد الكاس وهاد الكاس؟ هاد الكاس واخا انه مزوق كنبيع لكم 6 كيسان ب 35 درهم. هاد الكاس هذا كنبيع لكم 6 كيسان ب 60 درهم. الفرق ما بين هذا وهذا هو ان هذا 76 درهم اعتذر 76 درهم. هاد الكاس ب 35 درهم وهاد الكاس 6 ب 70 درهم. هاد الكاس هذا ميد مصنوع في مصر وهاد الكاس مصنوع في فرنسا. المهم كنغنعطي الديطاي باش الناس يعرفوا علاش هاد الثمن. هذا كاس مليح تبارك الله 6 الكيسان ب 70 درهم. هذا 6 الكيسان ب 60 درهم. هاد الصغير 6 الكيسان ب 50 درهم. هاد الطويل هذا 6 الكيسان ب 60 درهم. بالنسبه لواحد اختي صحات لي واحد المعلومه غلطت فيها قلت لكم 40 درهم. هاد الفراقه راه الثمن ديالها 140 درهم. هاي فين مكتوبه 140 درهم. فراقه واعره بريستيج 140 درهم وهاد التوشيه حتى هي كدير 140 درهم. مرحبا بكم. اذا في اطار الجديد عاودت رجع لكم هاد الطاس هذا اللي كيجي على 4 يوتيوب انستغرام واتساب فيسبوك خطير سيبور ديالو ديال لينوكس الثمن ديالو 50 درهم خطير جدا. عندنا هاد الفراقه ديال البامبو حتى هي عاودت رجعات التحت ديال البامبو وهنايا بديع. هاد التويشيات راه كيتحيدوا الثمن ديال هادي فقط 120 درهم 120 درهم ثمن رائع جدا. عندنا هاد الفراقه هادي ديال العود شوفوا تبارك الله والزاج الثمن ديالها 70 درهم وعندنا على 6 اي وعندنا على 6 ها هي عندنا على 6 الثمن ديالها 110 درهم. بالنسبه لهذه الفراقه حتى هي رائعه جدا شوفوا معايا الثمن ديالها فقط 50 درهم فيها 4 ديال المعلقات 4 ديال لي كلوش صغيورين بحال هادو على شكل ورقه والبلاطو ديالهم ديال البامبو هذه الثمن ديالها 50 درهم. ومن بين الاستعمالات ديال هذه كتخدم حتى السلو كتجي واعره السلو صراحه. مرحبا بكم. عندنا هذا البلاطو بامبو شوفوا معايا بلاطو بامبو خطير الثمن ديالو 140 درهم على جوج على جوج كيدير 140 درهم. غنجي نوريكم لكم ان شاء الله. عندنا لي طاس هاد لي طاس ديال القهوه عندنا في هاد اللوين وعندنا في القهوي وعندنا في البيض السته ديال لي طاس والسته ديال لي سوطاس ديال البامبو الثمن ديالهم فقط 90 درهم 18 ريال 90 درهم. بالنسبه للمقلات المقلات عندنا الرخيص وعندنا الغالي باش نكون معكم صريح كاين الرخيص وكاين الغالي ولكن في اللايف انا ديما كنحاول باش الصراحه الصراحه نجبد الحاجه الزوينه ونقول هذه راه زوينه يعني اللي زوينه راه زوينه اللي ما زويناش راه ما زويناش ما احتاجوش ندوي عليها. هذه المقله الكبيره تبارك الله اللي محققه واحد المبيعات خياليه حاليا في المحل اونتيفال ما كتلصقش كريبيير كتخدم لي كريب وكتخدم حتى البغرير ولافونتاج اللي فيها كما نقول لكم ديما هو ان اللور ديالها كاين لينوكس كاين الرخاص ديال اللور ديالهم ما كاينش لينوكس. لافونتاج ديال هاد لينوكس وهاد الحبيبات هو انه كيفرق العافيه يعني البغريره ما غطيبش غير من الوسط غطيب كامله والحمد لله داو الكليان وشكروها الثمن ديالها 60 درهم 1200 ريال. عندنا هادي ديال الجرانيت اللي كتجي معها سباتيو كادو واعره حتى هي نفس الحاجه الثمن ديالها فقط 75 درهم هذيك 75 درهم. وعندنا المقله سبعه الوجوه واعره حتى هي خطيره هذه المقله هذه كتجي اون جرانيت كامله الثمن ديالها فقط 80 درهم 16 ريال. هذه كدير 75 درهم
وهذه كدير 60 درهم. مرحبا مرحبا بالكليان. مبيخرة واعرة خطيرة، الثمن ديالها 20 درهم، 400 ريال، 400 ريال مبيخرة خطيرة 20 درهم. هذه ديال الضو عندنا في اللوينات، الثمن ديالها فقط 50 درهم، خطيرة جدا. بالنسبة لها التويشيات هادو، هاد الوريقات شوفوا تبارك الله كيفاش جاو في البلاطو. عندنا 6 الوريقات بحال هادو، ممكن تاخذوا نفس اللون، ممكن تخلطوا الالوان، ولكن كنصح الناس يديو هاد الموديل بحال هكا، كيخلطوا اللوينات كيجي خطير في لاطاب. 6 ديال الوريقات، هاد الوريقات واعرين، 6 كنبيعوهم ب 40 درهم، 6 ديال الوريقات ب 40 درهم. عندنا هادي حتى هي بريستيج واعره، هاد الورقة هادي بريستيج كنبيعوا لكم 5 ب 35 درهم، 5 الكلوشات بحال هادو ب 35 درهم، يا سلام على ثمن. بالنسبة لحامل القرآن ما بقاش فيه بزاف، كيف ما كتعرفوا هادشي كنجيبوه غير وجيبة. نعاود نقول لكم أن هادشي راه غير كيجي كنجيبوه نورمالمون ديما في الأول رمضان. عندنا هاد الحامل القرآن كيدير 70 درهم، والصلاية باقيين فيها مابقاوش فيها اللوان كاملين، كنظن غير زانج اللوان اللي بقى في الصلاية ياك، حتى لداخل الدول اللي بقى في الصلايه. عندنا هاد الصلايه الغليظه كما قلت لكم، شوف تبارك الله قداش كتخدم الناس اللي بغيت تهلا في الوالدين كما قلت لكم. الثمن ديالها فقط 80 درهم، واعره وغليظه وغليظه، الناس اللي خداوها حتى 120 درهم، حتى 120 درهم باش خداوها الصلايه غليظه، والثمن ديالها 80 درهم. جيو فوزوا بها، مرحبا بكم. دونك كيف ما عودناكم جوله على المحل، وباقي مازال كاين الجديد، مازال كاين الجديد، غير بقاو معنا. مازال كاين الحمد لله البريستيج، ومازال كاين الجديد. كاين اليوم منظمات ديال بلاستيك ميد ان تركيا، شي حاجه خطيره خطيره جدا اللي غتفيدكم بزاف في المحل. ولكن قبل اجي وليد، هز لي هذا البلاطو هذا، نعطيكم السلعه اللي دخلات اليوم ديال فاس، والثمن ديالها خطير جدا. شوفوا معايا، دخلت تبارك الله هاد الموديلات اللي دخلوا ديال البرهرد، صراحه الذهبي مازال ما دخلش فيه شي حاجه جديده. بالنسبه للفضي دخل الجديد، شوفوا معايا الجديد تبارك الله، ها هو عاود رجع من جديد لكم فرس. تخيلوا معايا هميزه فاتحه كتجيب لكم براد فرس كبير كبير فقط 3600 ريال، المويان ديالو كيدير 3200. هاد الصغير نورمالمون كنا كنبيعوه ب 150 درهم غزلان، هذا لحقاش ثقيل، باش نكون معكم صريح، هذا الثقيل كنا كنبيعوه ب 150 درهم غزلان، غنديروا ليه 140 درهم بحال القديم. صافي، دونك الصغير ب 140، المويان ب 160، والكبير ب 180، بيناتهم 20 درهم، 2800. شوفوا عباد الله، شوفوا عباد الله، براد ديال فاس بريستيج ديال النحاس خطير، براد ديال تركيا حاليا واصل حتى ل 140 درهم 150 درهم، غتاخذوا براد كيهز ايطرو ديال فاس وبالرجيلات ديالو بكل شيء ليه ب 140 درهم، خطير جدا. عندنا حتى هذا الموديل، مرحبا، وقيلا الصينيه ثقيله ياك، صافي حتى بارك عليك. هذا حتى هو هذا الموديل، حتى هو الصغير 140، اللي تابعو 160، والكبير كيدير فقط 180 درهم، مرحبا. عندنا السليلات، رجعوا لكم حتى هما من جديد، شوفوا معايا السليله بريستيج، هاد السليلات كنبيعوا لكم 4 سليلات، 4 ب 55 درهم. عندنا حتى هذا الموديل هذا، كنبيعوا لكم 4 سليلات ب 55 درهم، يا سلام على الثمن. بلاطو بريستيج واعر خطير، كيدير 50 درهم. 50 درهم 1000 ريال، ثمن خيالي. طاجين خطير ومضلع، شوفوا معايا بالرجيلات ديالو، طاجين مضلع الثمن ديالو 60 درهم. عندنا هاد السليله خطيره حتى هي، الثمن ديالها 60 درهم 12 مدريه. عندنا هاد الطاجين هذا باغي في لارجونتي، الثمن ديالو 50 درهم، يا سلام. عندنا هاد البلاطو هذا، فاش ديما كندير دور على المحا كنبدا نزرب شويه، السيده كتقول لنا ما كاينش المبيخرات، كاينين مبيخرات اختي ديال فاس، هما كيديروا 180 درهم هاد المبيخره، واعره كدير 180 درهم. بلاطو كبير كيدير 150 درهم. عندنا لي بلاطو على اربعه بريستيج الثمن ديالهم 290 درهم. عندنا حتى فهاد الزواقه 290 درهم، وعندنا حتى فهاد الزواقه 290 درهم، مرحبا. بالنسبه للبلاطو ديال البامبو قلت لكم على جوج 140 درهم، هو هذا، هذا الصغير وكاين الكبير ديالو 140 درهم. البديع كاين فيما يدار. عندنا طاس، شوفوا معايا الطاس خطير جدا. عندنا باكية وحدة فيها ثلاثة، كنبيعوا لكم وحدة جوج ثلاثة أربعة، أربعة الباكيات ب 1000 ريال 50 درهم، أربعة الباكيات ديال الطاس بحال هادو فقط ب 50 درهم، فراقة بريستيج واعرة كبيرة الثمن ديالها 55 درهم. شوفوا لي بول كبار، لي بول واعرين، كاينين في شي خمسة اللوينات ولا ستة اللوينات، لي بول كبار كنبيعوا لكم أربعة ديال لي بول فقط ب 60 درهم، أربعة، كاينين في الدوغي، كاينين في الحمار، كاينين في الكرونة، كاينين في الماغو، أربعة ديال لي بول ب 60 درهم. عندنا هاد لي بول ديال الزاد حتى هما كيستعملوا في رمضان بزاف، كنبيعوا لكم 6 ب 35 درهم، 6 ديال لي بول ب 35 درهم.
تبصيل ديال الزاج كبير كيخدم متعدد الاستعمالات 10 ب 60 درهم 10 ب 60 درهم. مرحبا بكم. بالنسبه للتبصيل اللي كنقول لكم عليه ديما ديال البورسولين راه باقي سولد، كنبيع لكم 10 ديال الطبيصلات بحال هادو 10 ب 50 درهم. عندنا البيض ديالو حتى هو دخل، حتى هو بورسولين وار، كيخدم السلدو، كيخدم بزاف د الحوايج، 10 فقط ب 50 درهم. زلافه خطيره جدا، شوفوا زلافه واعره كبيره تبارك الله، هذه راه الكبيره ماشي المويان، كانت عندنا المويان ديالها. كنبيعوا لكم هادو 10 زلافات ب 1000 ريال 10. هذا الباك راه كيدير 50 درهم، والكبير ديالو كيدير 60 درهم. اللي شاف لي لايف ديالنا قدام راه غيعاود يلقاه ان شاء الله. مرحبا بكم. عندنا هاد التبصيل ديال الزاج كنبيعوا لكم 5 طباصل ب 1000 ريال. لحقاش كنجي ديما للبديع، الناس ديما كيسولوني على البديع. طاجين، طاجين واعر واعر بزاف، كيخدم الزيت العود، كيخدم بزاف د الحوايج، خطير ديال البديع، واعر بيض رائع جدا. كنبيعوا لكم بحال هاد الطاجين اللي كيدير 15 درهم 20 درهم، كنبيعوا لكم حنا 1 2 3 4 5 طواجن، 5 ب 60 درهم، 5 ديال الطواجن كنبيعوهم ب 60 درهم. زلافه مليحه تبارك الله، كلشي عارف الزلافه تزادت، كنبيعوا لكم 5 زلافات 35 درهم. عندنا هذا الموديل كنبيعوا لكم 12 زلافه ب 1000 ريال، هذا صغير شويه، هذا 12 زلافه ب 1000 ريال. مرحبا. طباصل كاينين 4 ب 50 درهم، كاينين 5 ب 50 درهم، كاين ما يدار في الطباصل، مي اهم حاجه حاليا اللي فيها لا بروموسيون هو هذا التبصيل ديال الكحل اللي قلت لكم كيخدم الروز بزاف د الحوايج، الثمن ديالو 10 ب 50 درهم، والبيض ديالو الثمن ديالو حتى هو 10 ب 50 درهم. طويجين المويان، هذا المويان واعر كبير تبارك الله، كنبيعوا لكم فقط ب 30 درهم. عندنا البورت كيك رجيله عاود دخلات من جديد، الثمن ديالها 75 درهم، بلي رجيله الثمن ديالها 60 درهم. عندنا هاد الكوبات وهاد لي بلاطو وهاد هاد الشيء كامل اللي كتشوفوه البريستيج لا داعي نعاود ندوي عليه، ديجا شفناه، كنبيعوا لكم فقط 45 درهم. الا هاد البورت كيك بريستيج واعره هذه بالغطا ديالها، الثمن ديالها 100 درهم، هذه 100 درهم وما بقاش فيها بزاف، هذه قربت سالة، اخر اسبوع فيها كنظن هو هذا، ما عرفتش عاود ترجع ولا لا، المهم قربت سالة، اللي باقي مهتم بها يحاول يجي يفوز بها، اللي ماشي مهتم تعاود ترجع ان شاء الله من بعد. بالنسبه لهذو اللي ملولين كنديروا لهم 50 درهم 1000 ريال، يا سلام على الثمن. غيزان اختي صافي سنا سامارش؟ وي المقله العجيبه، ما فكرتينيش غيزان في المقله، بغيت تخاصميني معاك ليان. ياتي قولي، شوفوا معايا المقلق دخل الجديد في المقلق الجديد، ها قلت لكم كاين الجديد بزاف اليوم، اليوم يعني كنعتذروا لا شي حاجه ما بانش. دونك المقله اللي ولينا معروفين بها، المقله اللي ولينا معروفين بها اللي اوريجينال 100% ما كاينش الكوبي، وهي المقله بالزانو، وكنصح بها الناس بزاف، معها جلده زايده، كيجي فيها هاد الفاص هذا ديال الريجيم، وكيجي فيها الفاص هذا ديال المسمن، بزاف د الحوايج، كطيب الحوت، كطيب اللحم، كطيب الخضره، كطيب الروز، كطيب كلشي تبارك الله. هاد المقله هادي واعره، السده ديالها براتيك، السده ديالها براتيك ما كتنفش، خطيره جدا. هادي اوريجينال 100% كدير 180 درهم. ودخلنا لكم الجديد تحت طلب الكليان، لقينا واحده في السوق صراحه عجبتني، مخدومه تبارك الله حتى هي، ورائعه جدا، عجبتني صراحه هذه المقله، هذه كتجي اون غرانيت، والثمن ديالها انا عجبتني بزاف، هذه المقله عجبتني صراحه بلا كاليتي ديالها وبالثمن ديالها. هذه المقله واعره، شوفوا معايا يا غير حليها ها هو الكليان. عندنا دخلنا لكم هذه حتى هي اللي كتجي اون غرانيت، شوفوا معايا تبارك الله، كتجي معها جلده زايده، كتجي اون غرانيت نفس الحاجه، نفس الحاجه، غير هذه طيفال 180 درهم، وهذه غرانيت ارخص منها. كما قلت لكم ما كاينش احتكار، حاجه دخلت بثمن زوين يديك ليام بثمن زوين، هذه غندويو ليها فقط 170 درهم. دونك 180 درهم 170 درهم اوريجينال، شي حاجه مخدومه وتقيقله تبارك الله، هذه هي تقيقله تبارك الله، 180 درهم 170 درهم. مرحبا، ديما الجديد والجديد. المقله واعره، شوفوا معايا كاسرونه على خمسه، خمسه الكاسرونات اون غرانيت، دخل الكحل، عندنا الصغيره اللي تابعها اللي تابعها اللي تابعها واللي تابعها، مقلة على خمسة خطيرة جدا، الثمن ديالها 280 درهم. جبنا لكم هاد المقلات، هادو كاسرونات نورمالمون، هاد المقلات كيجيو على ثلاثة، الثمن ديالهم 230 درهم.
280 درهم 230 درهم، ثمن هائل جدا صراحه واعر والجديد. غيزان اختي هنا با غير بغيت تشد ديال التليفون لحقاش هذا الشيء فيه الديتاي بزاف، وغنبغي الناس يبقاو معايا باش يحاولوا يستافدوا من هاد لي زارتيكل لحقاش فيهم ثمن زوين وفيهم لا كاليتي. تبعوا معايا. دونك اول حاجه غنبداو بها وليد فين كتصلح وافر صل ما كيتجمعش. اول حاجه غنبداو بها وهو الغراف العجيب. بزاف المراوات كيمشيو للحمام وكيلقاو مشكل في الغراف ياك غيزان، اكثر المراوات حنا رجاله ماشي مشكل كنديبانيو. دونك بزاف المراوات كيلقاو مشكل في الغراف. هاد الغراف الثمن ديالو رائع جدا غيزان، الثمن ديالو رائع جدا. او الميزه اللي كاينه فيه هو انه كيتجمع حتى التاني، شوف ما كياخذش لي سباس. غراف خطير جدا صراحه وتبارك الله تقيقل تقيقل تبارك الله وشي حاجه مخدومه تبارك الله اللهم بارك واعر. كيتجمع بحال ما هكا كيتحل بحال ما هكا يخدم وكيجي تبارك الله. هاد الغراف الطاسه العاديه هاد الغراف احسن من الطاسه العاديه بطبيعه الحال. الطاسه العاديه غيزان دابا شحال واصله 8 دراهم. هاد الغراف هذا جبناه بواحد الثمن خطير جدا، السيليكون حتى من تحت حتى من هنا ما يزلق. شوف حتى هنا فيه السيليكون واعر. هذا جبناه ب 13 درهم. انا بعدا انا ما بدون تفكير غناخذ هذا وما غناخذش الاخر بدون تفكير. الثمن ديالو 13 درهم، غراف واعر بزاف خطير. اذا راه ديسبونيبل عندنا في المحل كاين غير في هذا اللوين، المهم للاشاره باش الناس ما يقولوش انا اللوان بزاف. عندنا سطال حتى هو رجع اللور شوف الناس، عندنا هذا السطال حتى هو كيتعلق نورمالمون هنا حتى هو فيه هذه الميزه انه كيتجمع. شوفوا معايا حتى هو كيتجمع سطال خطير ممكن الحمام خفيفه ظريفه يعني دي هادو وانت غادي محمحم مع راسك. هذا الثمن ديالو غزلان 60 درهم عوض 120 درهم شحال كاين في الانترنت 60 درهم. هذا عوض 30 درهم ولا 35 درهم ياك باش جاو الناس قال لك خدينا درنا عليه 13 درهم. ثمن هائل جدا شنو 60 12 متر 12 متر ريال. ثمن واعر وخطير جدا. الناس عشاق عشاق الفاز اللي كيبغيو يزينوا لي بالكون اللي كيبغيو يزينوا جبنا لهم واحد لي فاز شوفي واعرين ميد ان تركيا. ديما شوف لا كاليتي ميد ان تركيا شي حاجه مخدومه. هذا الفيزان فيه واحد التوشيه لتحت هاهي هاهي ماش كتحيدو هنا شوف هذه كتجمع الماء يعني عمر ما يقطر واعره خطيره. هاد لي فاز كيجيو في البالكون بحال هكا وصغار وزوينين ديكورين عجبوني الصراحه وفيهم واحد لافونتاج بلاستيك كاليتي وانهم كيتحملوا الشمس. هاد لي فاز كاين عندنا في ثلاثه اللوينات كنبيعوا. هاد لي فاز كنبيعوا 6 ب 30 درهم 10 ب 50 درهم وابتداء من 6 يعني كيبقى لكم 5 دراهم الواحد. من غير العاديين اللي كي بالزربه كيديكراداو هادو تبارك الله كيصبروا. اذا 6 ديال لي فاز 6 كيتخذوا ب 30 درهم واعرين بزاف ومتيولين ومديكورين. عندنا حتى هذا الموديل هذا حتى هو ها هو هذا كاين غير في اللوين عشاق هذا اللوين حتى هو واعر صراحه. شوفوا الفاز كيدير هذا يجي في الشرجام يجي في البالكون يجي في خطير غزلان حتى هو فيها التوشيه اللي كتجمع الماء هي غير الناس يخداو ضروري قبل ما يعمروه كيديروا ليه واحد 4 ثقبات هنايا ضروري غزلان اه دونك هذا حتى هو نفس الحاجه كنبيعوا 6 ديال الفيزان وتقيقل تبارك الله هذا زوين مخدوم حتى هو كيصبر للشمس. هذا كنبيعوا لكم 6 ديال الفيزان ب 30 درهم او 10 ب 50 درهم المهم ابتداء من 6 ما كنبيعوش واحد جوج. المهم اشاره من دابا نقولوها للناس ما كنبيعوش واحد جوج كنبيعوا 6 ب 30 درهم كنبيعوا 10 ب 50 درهم. عندنا منظمات واعرين شوفوا معايا كبيره والصغيره كيبانوا بحال جوج ما راحش كيبانوا بحال جوج هي ديكور جديد هذا هو هذا هو اخر موديل خرجنا نورمالمون في المنظمات وديما ديما لا كاليتي غيزلان. ها هي بلاستار ميد ان تركيا ها هي ميد ان تركيا شي حاجه مخدومه تبارك الله. هذا كنبيعوا 3 ب 50 درهم راه كبار غيزلان هادو راه فيهم 20 سنتيم والكبيره ديالها شوف قداش تبارك الله كنبيعوا جوج ب 50 درهم. ها هما ها الصغيره وها الكبيره ها الصغيره وها الكبيره ثمن خيالي جدا واعر صراحه. كاين فيها بزاف اللوينات كاين فيها هذا الغوز كاين فيها هذا المارو هذا كاين فيها هذا الباج وفيهم واحد لافونتاج زوين وحده تخشف وحده بحال هكا بحال دابا اربعه شوف كيفاش كيجيو ما كياخذوش لي سباس واعرين صراحه غزلان. وبحال دابا عجبتني واحد القضيه غزلان زوينه انا نشرح للناس رجع اللور. بحال دابا مثلا الا درتو شي حاجه هنايا عمرتو بشي حاجه مثلا وما تكونش طالعه تكون حد واحد الخط ممكن تجي فوق منها كيبقى لي سباس كيبقى لي سباس هاد لي سباس راه خاويه يعني تقدروا تعمروا هادي تعمروا هادي حتى هي لتحت تحطها فوق منها بحال هكا كتجي زوينه. هذا كنبيعوا 3 ب 50 درهم وهاد الكبيره كنبيعوا 2 ب 50 درهم. هادي كدير حتى 35 درهم غزلان شحال لقيتها بنفسي 35 درهم 40 درهم لحقاش كاليتي تبارك الله. ها انتم باش الناس اللي غيسولوا على الفوليوم كتهز 6.8 اترو
مرحبا. بالنسبه للبلاطو العجيب، يا سلام، هو هذا البلاطو غزلان. هذا البلاطو اللي قربتو معايا فيه واحد التويشيات هنايا ديال السيليكون. الا حطيتو فيه شي حاجه، الا حطيتو فيه بحال دابا ما غزلان، بحال دابا كاس بحال هكا، شوف ما كيزلقش، واخا كتانكليني ما كيزلقش. فهمتي غزلان لافونتاج اللي فيه؟ واعر صراحه هذا البلاطو. هذا عندنا جوج دلوينات، عندنا في البيض وعندنا في الكري، عندنا في البيض وعندنا في الكري، وعندنا في الصغير وعندنا في الكبير ديالو. هاد الكبير الثمن ديالو 40 درهم، وراه كبيره غزلان، راه ماشي صغير، راه كبيره، كيهز 12 كاس وبريق وما عرفتش، يهز الخير تبارك الله. وعندنا الصغير ديالو شحال الثمن ديالو؟ 25 درهم. اذا هاد الصغير الثمن ديالو 25 درهم، وهاد الكبير الثمن ديالو 40 درهم. وعندنا لكم هادو هاوتا، يعني غزلان غنعاود ناكد ولا رجعنا للايف قدام ديالنا، فاش كنقول شي حاجه هاوتا يعني غزلان كتكون هاوتا. انا بالنسبه ليا بار اكسبيريونس، هاد التجربه المتواضعه في المواعن وفي البلاستيك، انا هادو بانوا لي هاوتا، كون معكم صريح. لا كاليتي ديالهم، لا الثمن ديالهم، لا الخدمه ديالهم، بلاستار ميد ان تركيا، كتجي فيهم غيزان هاد الجليده هادي هنايا باش ما يتنفسوش، فيهم اربعه طرطاقات من الجناب، اربعه طرطاقات كيتسدو مزيان تبارك الله. شوف الصغيره شحال فيها غيزان، فيها 7.3 اطر، الكبيره فيها 7.3 اطر، هادي راه بوحده واصله حتى 40 درهم. التالي تابعها فيها 0.7، هذه فيها اطرو، وهذه فيها 0.8. هادو نورمالمون غيزلان، الا قلنا هذه 40 درهم، هذه واصل 20 درهم، هذه كدير 15 درهم، هذه 10 درهم، غادي يحب واحد 80 درهم. حنا كاملين هادو السيري كنبيعو سيري كامل، درنا ليه واحد الثمن خطير اللي هو فقط 60 درهم، 1200 ريال، سيري واعر، لا كاليتي، صراحة حسن من كاع الطاسات اللي جربنا في المحل. اللي عندنا رخيص، كاين عندنا طاسه كبيره وكديرها 15 درهم، ماشي غزلان، طاسه كبيره كديرها 15 درهم، ولكن راه كاين وكاين. هادو واعرين، الناس اللي كيخدموا بلي بواط الغاليين بحال توبر وير غيشوفوا هاد لاكاليتي وغيقارنوها وغيعرفوا راه ان الثمن خيالي جدا. هادو فقط 60 درهم، يا سلام على الثمن، مرحبا بكم. وبالنسبه اخر 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 حاجه غنوريكم في البلاستيك اللي دخلت جديده، دخل هذا الغراف، دخلنا على قبل رمضان غيزان، هذا كيخدم الماء، هذا كيهز جوج ايترو واعر، تا هو ما هو بلاستار ميد ان تركيا، خطير، كيهز جوج ايترو، كيجيو معاه اربعه الغرافات، وحتى الناس اللي عندهم وليدات، كاين ناس عندهم وليدات ديما كيعانيو من الوليدات، هذا راه فيه اللوان هذا، وليد، هاي اللوينات ديال هذا، عطيني راه البيض والغرس، هذا غراف كيجي كيهز جوج ايترو، باش راه، وعندنا الغراف ديالو ها هو، فيه اربعه الغراف، فيه اربعه بحال ما هكا. اربعه الغرارف، وهذا هذا الكاس كبير الثمن ديالو فقط 25 درهم، وبلاستيك شي حاجه مخير تبارك الله، 25 درهم كيجيو فيه اربعه الغرارف، كاين في هذا اللوين، وكاين حتى في هذا اللوين، وكاين حتى في هذا اللوين. مرحبا بكم. اذا هادشي في اطار الجديد، دابا نشوفوا لي كيسيون ديالكم، مازال كاين الجديد الصراحه تبارك الله، مي نخليو كل الوقيته ان شاء الله نوريكم حاجه. مرحبا بكم. واش كديروا لا ليفغيزون؟ دونك كنديروا لا ليفغيزون اختي المغرب كامل، تواصلي معنا في الواتساب في النوامر اللي كاينين في الكونفرساسيون ديال الفيديو، واعطينا لا كوموند ديالك، وان شاء الله غادي نخدموا معاك، وكنجاوبوا على لي ميساج كاملين في الواتساب ولي زابيل كاملين. مرحبا بكم. ما حد يجيش حدا المول، غنعطيكم مول واعر داير ديال لي طاغ جوج ب 60 درهم، غنعطيكم مول كاري واعر جوج ب 60 درهم، جوج مولات ب 60 درهم، جوج مولات ب 60 درهم، سواء المربع سواء الدير. واش كديروا لي فريزون؟ مرحبا لي فريزون، كاينه داخل كازا وخارج كازا، عندك الارسال للمدن؟ اياه كاين الارسال للمدن. زمرد زوم كتقول لنا اللايف مطرطق مليء بالمفاجات، شكرا اختي، ربي يخليك، الله يكبر بيك. فين كاين المحل؟ المحل كاين في عين السبع، اللي ما عرفش المحل ما يصدعش راسو، يدخل جوجل مابس يكتب هميزات فتيحه عين السبع، غطلع ليه لوكاليزاسيون ديال المحل وغتجيبو حتى المحل. مرحبا بكم. عطيونا لي كيسيون ديالكم. الناس قالت من قبيل الوالده، الوالده راه غبرات اليوم ولكن راه حاضره، قالت لي جاوب على الناس، جاوب لك، جاوب على الاسئله ديال الناس. سوبيرا بريستيج واعره، شوفوا معايا الثمن ديالها، غزلان دابا فيها واحد البروموسيون هادي، مابقاش فيها بزاف ياك، شحال كنا كنبيعوها 75، دابا اليوم غادي نوليها 70 درهم، سوبيرا بريستيج 70 درهم، مابقاش فيها بزاف واعره. عندنا سوبيرا ديال الحريره مع الزليف ديالها، نجاوب على السيده قالت لك سوبيرا ديال الحريره، هادي بالغطا ديالها بالسيبورا ديال لينوكس، فيها 6 المعالق وفيها مغرفه كبيره، واعره مخدومه تبارك الله، شي حاجه بريستيج، كنبيعوها ب 180 درهم، هذه 180 درهم.
بالنسبه للاخرى مولا 12 زلافه ما بقاتش، بقات عندنا غير هذه ديال الطاوس كدير 200 درهم، 12 زلافه 12 تبصيل وسوبيرا كدير فقط 200 درهم. مرحبا. المحالف كاين في عين السبعة، واش كاينين خمارات؟ اي كاين اختي الخمارات نورمالمون هادو حتى هما ميد ان تركيا، شي حاجه واعره. شوفوا كي دايرين تبارك الله، كنبيعوا 3 ب 60 درهم خطيرين، 3 ب 60 درهم. عندنا هاد الشبيكه حتى هي واعره صراحه، اللي غيجي غيهز غيعرف قيمتها، كنبيعوا حتى هي 3 ب 60 درهم، 3 ب 60 درهم. عندنا هاد البانيوات هادو، كاين الصغير وكاين الموين وكاين الكبير، هاد السيري كامل كنبيعوا ب 35 درهم، وديما لا كاليتي. هاد لا مارك كامله خذوها بعينكم مغمضين، انا نضمن لكم لا كاليتي ديال هاد لا مارك هادي، هاد فولي لايف واعره صراحه، شي حاجه مخدومه تبارك الله، ما كيتنفسوش، الغطا فيه السيليكون. عندنا هادو اللي فيهم الكوليس واعرين صراحه، مرحبا بكم. وتحدى الزيتونه، اي اختي كاين المحل حدا حمام الزيتونه، حنا ملاصقين مع حمام الزيتونه، مرحبا بك. تبارك الله عليكم، ربي يخليك. فاتي امير كتقول لنا تبارك الله عليكم، ربي يخليك. واش خمارات كاينين؟ ديجا وريتهم لك اختي. اذا عطيونا القلوبه، عطيونا البارطاج، وعطيونا لي كيسيون ديالكم. ميزان الكترونيك زعما، المهم كيهز حتى 10 كيلو، الثمن ديالو 12 مدريال. هذا الميزان حتى هو كيدير 60 درهم، 12 مدريال. هاش وار 3 ايترو 1000 واط كدير 180 درهم، دخلات غير البارح، مرحبا بكم، جيو فوزوا بها. ميكسور رجلو اينوكس واعر، فيه لي واط طالعين، بروميير فيتيس دوزيام فيتيس، الثمن ديالو 120 درهم. وبالنسبه لاخر اللي فيه الهاشوار وفيه الدراب وفيه العصاره وفيه الغراف، الثمن ديالو 150 درهم. عندنا هاد الدراب خطير، كيجي مع البول اونينوكس، الثمن ديالو 120 درهم، فيه لي فيتيس كيدير 120 درهم، واعر بزاف صراحه. عندنا المقيرجات، عندنا مقراج هذا 3 ايترو، ندير 2 ايترو تسالى لينا، هذا كيدير 90 درهم. عندنا ديال 5 ايترو كرافت، ماشي شي حاجه عاديه، الثمن ديالو 110 درهم. عندنا هذا اللي كيتسد وكيتحل بحال ما هكا، شوفوا معايا واعر، مضوب من التحت، ثقيل هذا، شوفوا معايا مضوب من التحت، الثمن ديالو 140 درهم. وعندنا جرانيت كيجي من لامارك لاكور، الثمن ديالو 150 درهم، واعر. لي تيرموس ديجا شفناهم معكم، هادو الثمن ديالهم على جوج 120 درهم، هادو 150 درهم، 120 درهم، ديما على جوج. عندنا هذا على واحد بريطاني، اونينوكس، لا كاليتي، الثمن ديالو 130 درهم. تيرموس واعر من لامارك إيليت، اينوكس من برا ومن الداخل، الثمن ديالو فقط 60 درهم، 12 مدريال. مرحبا. ورينا التباصل الكرونا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. انا في بونيطرا كديروا التوصيل، كنديروا التوصيل اختي للمدن كامله، تواصلي معنا في الواتساب في النمره اللي كاينه في الكونفرساسيون ديال الفيديو، والسلعه ديالك ان شاء الله توصلك حتى لباب الدار. بالنسبه لا ليفغيزون، لا ليفغيزون واحد المعلومات ديما كنتسولوا عليها، التوصيل ب 35 درهم. فاش كنقولوا 35 درهم راه المغرب كامل، كازا 20 درهم، داخل كازا 20 درهم، كوليا مخلطه، يعني الا خديتيها لالا مثلا خديتي هذا المقالي، خديتي جباكيات ديال الكيسان، خديتي تيرموس، خديتي بريق، خديتي هاشوار، خديتي هادي، هادشي كامل كامل كيمشي ب 35 درهم، ماشي 35 درهم الحاجة، ما يمكنش. صرفتو 35 درهم الحاجة راه بزاف، هاد السلعة كاملة كتجمع في كوليا، وكوليا كتمشي ب 35 درهم، حتى لباب الدار، كاينة شركة تابعة لويسترن يونيون كنتعاملوا معاها، كتوصل لك حتى لباب الدار، مرحبا بكم. بالنسبة للعصارات ديال الدراوش راه كاينين. عندنا هاد البلين دوتش، البلين دويتش نورمالمون، هادي ماركة كنظن ألمانية، الثمن ديال هادي 125 درهم، وعندنا هادي الثمن ديالها 140 درهم، فيها لي فيتيس واعرة. إذا الكيسان، الكيسان ما حددتش حداهم، غنفكركم أن الكاس المرخم الثمن ديالو 95 درهم، عندنا هاد الكاس حتى هو الثمن ديالو 95 درهم، عندنا البيض المرخم حتى هو الثمن ديالو 95 درهم. عندنا هاد الزواقه في هاد الكاس الكبير تبارك الله الكبير، صحيح الثمن ديالو 95 درهم. عندنا هاد الكاس واعر، الثمن ديالو 70 درهم. وبالنسبه للكاس الرخيص، بقات عندنا في زواقه وحده الكاس ديال النورمالمون اللي مسولدي ديال 55 درهم، بقات عندنا في زواقه وحده هو هاد الريشه 55 درهم، عوض 60 درهم شحال كنبيعوه 55 درهم. وعندنا حتى الكبير ديالو ها هو، هذا مخدوم عليه شويه تبارك الله، شوفوا معايا هذا رقيق شويه وهذا كبير، هذا كيدير 55 درهم، هذا كيدير 70 درهم. مرحبا. هذا راه فيه الزواقات بزاف مازال ديسبونيبل عندنا، وصراحه انا كنصح بزاف الناس بهذا، كيهز تبارك الله اكثر من هذا، والزاج ديالو صافي اكثر من هذا.
الكاس دخل جديد ها هو حتى هو 70 درهم واعر. عندنا هاد الزواقه ديال الفرخ حتى هي كدير 70 درهم واعره. عندنا هاد الكاس المضلع كيدير 70 درهم خطير جدا. عندنا هاد الكاس حتى هو كيدير 70 درهم في هاد الزواقه. عندنا هاد الزواقه حتى هي كدير 70 درهم ديما الكاس المضلع والكبير 70 درهم. مرحبا بكم. هادشي في اطار الكيسان. وعندنا الكاس فلاما، الكاس فلاما يا الفلاما شحال هادي ما بقينا جبدناه. والناس صراحه ما بقاوش ردوا لي البال بزاف. هاد الكاس فلاما كاس باك الله مخدوم بالسخون، هذا هو احسن كاس كاليتي في هادشي كامل صراحه. كتبقى صراحه لحقاش بين غير من ثمنه، هذا 12 كاس الثمن ديالو 180 درهم. نديرو فيه شي تخفيض اش بان لكم غزلان؟ اجي اختي اجي هاد الكاس فلاما نديرو فيه شي تخفيض. اجي عندي اجي عندي هنا اجي نديرو شويه ديال البروموسيون. اجي حنا ديجا دايرين بروموسيون، دونك دابا غنديرو شي دي بروموسيون زايدين، نزيدو مازال نخفضو الكليان الزوين. مرحبا. هاد الكيسان تبارك الله بعنا فيهم، نزيدو ندير واحد البروموسيون ناس في هاد الستوك اللي بقى يفوزوا به. كاس فلاما كاس امارات شوفوا ها هو احسن تبارك الله بروميير، كاس بروميير ومخدوم بالسخون شوفوا تبارك الله مليح. هذا هو اللي الناس اللي عندهم لافيسيل دخليها لافيسيل وبعينيك مغمضين. كنبيعو ب 180 درهم والناس يدخلوا يسولوا عليه. كاس فلاما معروف 230 درهم حتى 200 درهم، 180 درهم. غزلان غندير لي واحد الصوت واعر، شحال غندير لي؟ عطيني واجي حدايا يلا عطيني. وعندك تخرجي على الوالده انت راكي خدامه. غندير لي 170 درهم صافي يلا 170 درهم كاس فلاما. يجي فوزوا به باقي في ستوك. الناس اللي باقي اللي كيقلبوا على كاس فلاما درنا لي غير 170 درهم. مرحبا بكم. هيا غزلان عشاق الارجنتين. هيا واحد الكرطون، هيا الكرطون، هاري واحد الكرطون اليوم. شوفي الكرطون اللي لقيناه حاصله في ستوك، حاصله في الديبو كنا ناسينها. اري عليا نعطيكم واحد الارتيكل غنديروا فيه واحد التخفيض زوين. تسالى لينا شحال هادي وعاودوا الناس سولوا عليه، هو هذا هو تسالى لينا. والناس كانوا كيسولوا عليه كيسولوا عليه وبارازار الحمد لله لقينا واحد الكرطونه باقي حاصله في الديبو، دونك راه عاودنا حطيناهم. ها هما كنا كنبيعوا 15 درهم اليوم باقا كريطينا، غنديروا لها واحد التخفيض زوين. كريطين اللي باقا فيهم فيها ما كنعرفش شحال فيها نورمال، واش حقاش تكون في الكرطونه غزلان؟ اري هنا اري هنا اري هنا غزلان شحال تكون في الكرطونه باش الناس يعرفوا لا كونتيت فيها 100 بياسه، يعني اللي تعطل باي باي. ياك غزلان شوفوا معايا هادو هادي بورت موشوار خطيره غزلان. حلي حلي شي وحده غزلان جيبي وحده محلوله راهي وحده محلوله. هادي صافي اجي بورت موشوار شوفوا معايا بورت موشوار واعره بريستيج كتجي بلارجونتي خطيره. قلت لكم تسالات لينا عاودت الحمد لله بانت. هذه نورمالمون كنا كنبيعوها ب 18 درهم، اليوم غندير لكم واحد الثمن واعر. غنبيعوا لكم جوج بثمن وحده، غنبيعوا غزلان جوج ب 25 درهم صافي. عوض وحده ب 18 درهم غنبيعوا جوج ب 25 درهم. هذا هو الستوك اللي كاين اللي جا ان شاء الله غدا بعد غدا غادي يفوز به. مرحبا به. جوج ب 25 درهم، جوج وحده ليك وحده اللي عزيز عليك، ولا دير واحد القضيه مزيانه وحده ليك والثانيه هي ليك. اللي عزيز عليك جيبو تا هو ياخذ جوج ياك غزلان؟ علاش اللي عزيز عليك غياخذ فافور؟ مرحبا. هيا غزلان واحد الصوت تا هو زوين. البورت كاطو اجي عندي اجي ها البورت كاطو. شحال كنا كنبيعو هاد البورت كاطو هادي؟ 130. شحال صولديناها؟ 120. اليوم غندولو ليها في الستوك اللي باقي غندولو ليها واحد التخفيض واعر بزاف. سمعي مزيان هادي غندولو ليها 110 درهم، اللي جا عطيه ب 110 درهم. بقات عندنا في لارجونتي، دونك عشاق لارجونتي راه غيتبرعوا معانا هاد السيمانه هادي. كاين عندنا حتى في هاد الزواقه هاي الشيا حتى هي 110 درهم. مرحبا بكم. عندنا هاد التويشيه حتى هي هاد البورت كاطو هادي كنا كنبيعوها نورمالمون ب 150 درهم 160 درهم. هادي واعره حتى هي بورت كاطو غنديروا ليها 130 درهم صافي. غير عقلي معايا على هادي حتى هي 130 درهم 130 درهم صافي. الخل غير اختي راه خنزرات فيا لحقاش اقل نورمالمون ما فيها لا ارباح لا والو، ولكن هانيه يستاهلوا الكليان. مرحبا بكم. 130 درهم هذيك 110 درهم عوض 130 150 باش بعناها اليوم 110 درهم. بيخرات واعرين شوفوا معايا ديال العود كدير 60 درهم. عندنا هذه حتى هي كدير 70 درهم. وعندنا هاد التوشيه اللي كتحط فيها البخور كدير 80 درهم خطيره جدا. إذا مرحبا بكم، اعطيونا لي كيستيون باش نجاوبوكم، راه قربنا إن شاء الله نخليوكم،
وان شاء الله اللايف الجاي نهار الاربعاء ونجيكم ان شاء الله بطبيعه الحال الجديد. ما كاينش شي لايف لا جديد بالنسبه لهذا، راه ما بقاش في خفي غير شويه داكشي علاش حيدناه. هذا كنبيع لكم ثلاثه ديال الفيزان، ثلاثه فقط ب 70 درهم. سليمان كيقول لك لا لا شكرا، ورينا خويا الطباصل ديجا وريتهم. الله يخليك الحاجه والاخت غزلان، ما شاء الله عليكم، ربي يخليك اختي زمرود، الله يخطيك الله يكبر بك. محمد ادو كريم، اللهم يسر ولا تعسر، الله يكبر بك اخويا. والعيبات العطريه، ديال العطريه اللي كنتي كدوي عليها هادو كيديروا 160 درهم، هذه كدير 150 درهم بحالها بحال الحمراء 150 درهم. اذا دمتم في رعايه الله، كنشكركم. شنو غزلان؟ اي 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 شوف اختي تبارك الله توجدات ليا، توشيات واعرين، ها هما اللي قلت لكم كتستعملوا بزاف. ثلاثه ب 60 درهم، سيري ب 35 درهم واعر. هادو حتى هما كنبيعوا لكم اربعه ب 60 درهم واعرين، اربعه ب 60 درهم. هادو حتى هما سيري كامل ب 35 درهم واعرين صراحه، منظمات ميد ان تركيا. صافي الناس دابا ديباساو صراحه، انا غير زين لك شي العادي ديال 5 درهم اللي كنا كنبيعو في المحال 6 درهم. اللهم خذ حاجه زوينه وبثمن زوين ودومك تبارك الله، وجي حتى استيتيكمون تجي واعره في لاكويزين. دونك مرحبا بكم، كنشكركم على البارطاج ديالكم وعلى الدعم ديالكم. دمتم في رعايه الله، في انتظار ان شاء الله اللايف الجاي. ورمضان مبارك، نعاود عاوتاني نقول لكم رمضان مبارك، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه، ودمتم في رعايه الله، خليناكم على خير، الى اللقاء.